بشوي سنينين بشوي سنينين قليل يا اخي نفران امي بيوت نمي بشيرين ببنى ام اسوى بنوت انوت امين. تسبيحة الساعة التاسعة من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي، ارجو ان يغفر لي خطايا كثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين. هللوا للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بالفرح، ادخلوا امامه بالتهليل، اعلموا ان الرب هو الهنا، هو صنعنا ونحن له، نحن شعبه وغنم رعيته، ادخلوا ابوابه بالاعتراف ودياره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فان الرب صالح هو والى الابد رحمته، وإلى جيل فجيل حقه. هللويا. سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم فوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر إلى المتواضعين في السماء وعلى الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، الذي يجعل العاقر ساكنة في بيت أم أولاد فرحا. هللويا. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه آمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني، ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي، الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم، الذي يحفظ الأطفال هو الرب، اتضعت فخلصني، ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل، أرضي الرب أمامه في كورة الأحياء. هللويا. آمنت لذلك تكلمت وأنا اتضعت جداً، أنا قلت في حيرتي إن كل الناس كاذبون، بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعوه، أوفي نذوري للرب قدام كل شعبه، كريم أمام الرب موت قدسيه، يا رب أنا عبدك، أنا عبدك وابن أمتاه، قطعت قيودي فلك أسبح ذبيحة التسبيح، وباسم الرب أدعو، أوفي للرب نزوري في ديار بيت الرب قدام كل شعبه في وسط أورشليم. زكساسيوس أوسومون، فصل شريف بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريلو البشير بركاته علينا أمين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذوا معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم، وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50 50،
ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين، فأخذ الخمس خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمد حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا، فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني. زوك سبتيك يوكي أغيب نغماتي. يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة، وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية، لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فطور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقان قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخذت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقان قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. يا حمل الله حامل خطية العالم اسمعنا رب وارحمنا أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون
كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه ليسون قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضبط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله قوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم إن كنا عقلنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى سكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر برحمة وفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين عرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابتل عنا قوة المعاند وجميع جنود الرضيئة كما دساهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد آمين ثم رحمنا
المسيح لام الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين وارحم طال زينا وربنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مستمر جارحية أداء كل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه ساعة كل ساعة في بطنة سهل حياتنا ارشدنا على المقصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن ضيق وعقل عهدنا من أجلك القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين مرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان ولا معرفة مجد غير مسؤول صغير محدود فإنكم بارك إلى